السلام عليكم، وان شاء الله تكونوا كلكم مزيان. فيديو جديد وفي حصة جديدة. مبقيتش عارفة صراحة الأرقام، ما بقيتش باغا نحسب. أنا غادي نمشي دابا ندير ضروري، خصني ندير البافيت عاد غادي نمشي. والحاجة اللي كنت باغا نقول لكم للأسف هو أن عاوتاني خرجت لي والسيسة البلاصة اللي كنت كنوريكم وكنت كنقول لكم شوفوا راه ما بقاش. فدابا خرجت لي واحد الولسيسة صغيرة، انا غادي نوريها للطبيبة وغادي نقول لكم شنو قالت لي. ودعيوا معايا دعيوا معايا في هذه الحصة، كنتمنى انها ما تدوش صعيبة. شوفوا شوفوا الواد ديالنا اش واقع فيه، مولفين كندوزو كنكونوا بوحدنا، اما دابا كلشي جالسين كيتغداو. عرفتوا الناس شحال خارجين؟ راه خارجين بواحد الطريقه كبيره بزاف، وغير الله يحفظ من هاد الطريقه كيفاش خارجين الناس. الاغلبيه ما دايرينش لي بافيت، مزاحمين مقاربين. هذا انا وصلت، انا درت عاوتاني السرتله ديالي. مهم، حتى اول حاجه غادي ندير بعدا غادي نحيد هادي حيت خنقاتني. من اصعب اللحظات اللي كندوز هي هادي، الوقت اللي كنبقى نتسنى انهم يوجدوا داكشي ديالهم باش نتبيكا. فصراحه كنبقى نقول غير يا ربي تخفف ويا ربي ترحمني. يلا هز عليت وصراحه تقصحت هاد المرة، تقصحت بزاف. الحاجة اللي كنقول يا ربي جعل مغفرة الذنوب يا ربي، فربي غير شوكة لدكاتك فعندك فيها الأجر، فما بالك هادشي كيدخل لك. عرفتي تقصحت بزاف. الحمد لله انا رجعت، ما قدرتش قبيله صراحه نكمل، طاح عليا الضيم وحسيت بالحقره وما عرفتش. المهم كنت خربقت شويه حقره حيت بيكاني صراحه ولد وبقيت كنقول دابا هو صحيح تبارك الله هو كبير هو راجل وحقر عليا انا حيت لقاني مراه. المهم تخربقوا لي الاحاسيس، ها هو جا. انا ساليت، ضروري خصني نبقى داير هاد البونسمون 8 ديال السوايع حتى هاد البلاصه تقريبا بحال محلوله. ما بقيتش كنهضر معكم بزاف فهاد لا سيونس، حيت صراحه ما قدرت. اللي بغيت نقول لكم هو ان من بعد ما جات عندي الطبيبه قلباتني وشافت وسولتني على شنو هما لي زافي اللي جاوني من بعد، قلت لها داكشي كامل اللي جاني على هاد الولسيسه اللي خرجت ليا. ف بقات غير كتشوف ما عندها ما تقول ليا، من غير انه دابا وصلت لجوج ديال لي سيونس في هاد الدواء الجديد، غادي نزيد جوج اخرين وغادي ندير سكانير. في السكانير غادي نعرف واش غنكمل عاوتاني في هاد الدواء ولا غادي نبدا دواء اخر جديد. ما عرفتش صراحه، والله هادشي مرون في شكل مخربق. بون ميرسي بوكو، ايوا اوفر جيب لي ماسك مسكين. صافي هادشي اللي كاين، ودعيو معايا دعيو معايا. ما تنساونيش من دعائكم، ويا ربي الله يجعل هادشي مغفره ديال الذنوب. هادشي اللي كنقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كاينين الناس وحدين اخرين كيبقاو يقولوا لي الماكله ما كديريش ريجيم، ف كاينين الناس ما دايرين لا ريجيم لا والو، براو يعني ماشي الماكله هي اللي 100% السبب. صافي هذه الحكمه ديال الله وربي اللي مكتب عليا ان هادشي يكون صعيب شويه. وديما كنقول ان كاينه شي حكمه من وراء هادشي، ممكن غادي ربي غادي يجازيني انني تعذبت بزاف، ربي غادي يعطيني واحد الجزاء اللي غادي يكون زوين 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 ان شاء الله يا ربي. نديرو حزام السلامه. بعدا راه انا شفت ان الناس خارجين هنا بزاف بزاف بزاف، وحتى في المغرب الناس خارجين. اللي غادي نقول لكم هو ان ما يغركمش هذا الخروج،
واخا كتشوفوا الناس خارجين وداكشي فراه المرض كاين، المرض مازال. دابا تقريبا هاد الفيديو غادي ندير فيه شي 6 دقائق ولا 7 ديال الدقائق، ولكن راه فيه 4 ديال السوايح، 4 ديال ملخص ديال 4 ديال السوايح. صراحه ما قدرتش انني نبقى نهضر بزاف ولا نبقى مطوله بزاف، ولا انا المهم عندي هو نقول لكم انا درت الحصه ديالي. الحمد لله، الحمد لله ولفت كيف ما بغيت تكون، فانا كتلقاني انني مولفاها، سواء كانت قاصحه سواء كانت سهله سواء كانت هادشي اللي كاين. وشكرا لكم بزاف بزاف، وعارفكم انكم ما كتنساونيش، عارفه ان دعويكم ديما معايا ودعويكم مصبرين لي، عارفه ان هاد شويه اللي كيبان لكم نتوما ممكن يبان لكم انه فيديو عادي، بالنسبه لي انا كيونسني وبالنسبه لي بزاف ديال الحوايج، وخاصني نوض حيت واقفه خاصه دابا تنسى هادشي. السلام عليكم.